حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم وياكم صديقتكم زهرة، وراح تقرا لكم المحفوظة وانتوا اقروا ورايا حتى تتعلمون. يلا نبدا بالدرس. مدرستي يا مدرستي يا مدرستي، فيكي اقضي كل الوقت مع اخواني مع اصحابي، بين الدرس والألعاب. هذا صفي، هذه كتبي، أقرأ فيها بعد اللعب. وهسه راح أعيدها مرة ثانية حتى تحفظوها. ويلا. مدرستي يا مدرستي يا مدرستي، فيكي أقضي كل الوقت مع أخواني مع أصحابي، بين الدرس والألعاب. هذا صفي، هذه كتبي، أقرأ فيها بعد اللعب. ومع السلامة. إن شاء الله هستنيتم، وباي باي. حطوا لايك.